الفول بتاعك ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب، مفهوم؟ العبوا تاني. واخد عقلك؟ بحب يا خميس، بحب. يا سيدي هانت، اديك النهارده هتخطب وبعده هتكتب وبعدين تخلف وبعد بعده تتجوز وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح دابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبي هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكح لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كح. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوه؟ تحب اوصلكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنة. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. وانت شفت اهو؟ ايه؟ الحصة ابتدت بقى لها خمس دقايق.
اتفضل يا استاذ حسين اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك انت الاول. اخي برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقولي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسه وترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ يا خميس. انت وهو بره مدرسين خردة. طب خد الزمار بره. طب خد الزمار ده بره يا فندم. تخوه الزمار يا خميس بره. اكيد الوزاره مستقصداني والا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى، منى جري يا بنتي، ما انا كملي بقيت لمسك العريزه ما انا جاي. ما انا لابسه يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. معنى احنا بقى يا بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم. وهي يعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا اخرى. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شرطي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي. انا ما عنديش حريم ليها صفه ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه يا ست الكل جاي مش حاجه. يا بابا بس باخدها على قد عقلها. ستفك ربوع انا من فضلك. انا فوت في السرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل دايلني في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العسل. لا لا، ما انا هلبس حالا اروح البس. ناوليني الجلابيه يا نبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت راجل، انت ناوي تموتني ناقص عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. يعني انا جيت اصلا جيت اقول اللي يحبوكي وما قلت اللي يحبوكي، وانا قصدي اقول اللي يحبوكي. بذمتك انت راجل انت؟ وما نشيلش جزر. ما انت اللي لخبطيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا. الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غني في العنوان. الدنيا بتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر، هروح البس هروح البس. اتفضل. دي النيله رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده لما بلبسه ببقى زي حانوت الخواجات بالظبط. تعال هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكس ولاد الزواج بيحطوا اكله دول. اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم. والله عاد ملعونه بالسموك الصبر اللي شار عليا بيه. ايه ده؟ مش معقول كده يا بنت. على فكره تقدر تقولي ازاي وافقت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رايك؟ اصل الراجل يا ظريفه يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مره بلاش ظريفه، ده اسم بايخ. معلش قول يا زوز. حقك عليا. أصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي أنا جاي أزوركم في البيت الساعة 8. كنت أقول له استنى لما أخد رأي الست هانم اللي موجودة في البيت. هو أنا ما قلتلكيش؟ لا مش أنا جيت أقول له كده، السكة اتقطعت والحرارة هربت. بقى الحرارة هربت؟ والنبي، وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف رايس كده في الحتة وكل راجل فايت أقول له والنبي ما بشوفش حرارة يا عم، والنبي ما بشوفش حرارة يا عم. أيوة كل بقى الحرارة كل. بس كده ليه الظلم ده؟ معلش الصبر. طيب اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطه. ولا اقول لك بلاش البرنيطه عشان البنت الخايبه نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ ايه؟ البس السلطانيه. ماشي ماشي قطع لسانك، حط القهوه ونجر على المطبخ. نعم قدام خدمه. هو في الحقيقه أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو؟ لما مؤاخذة معلم شوشو، مش كان واجب برضه تقول لنا علشان أقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب ده كلام؟ إحنا بديك الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا أستاذ خش في الموضوع. أنا يا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك الانسه منى. هو كلمنا انا هنا. شوشو بيه ملوش دعوه بالحكايه دي. ملوش دعوه ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفته؟ يعني عايز افهم.
مش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضو غيرتوه؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله، هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوع عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها، كانت جيتها حلوه. الله يخليك يا معلم، حتى مره زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا، وبعدين طرف الهوا. امي كانت زعلانه بشكل، قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي، هنعمل ايه يا واد يا تحسين؟ الدايره تكون الست ظريفه افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك، وانا اقول لها ده كلام يا اما؟ مش معقول، فين المعلم عاشور؟ من ابويا، حكم انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزوعة القصر. الله يرحمك يا ابا. اسمع يا استاذ، احنا ما عندناش بنات للجواز. ده اسمه كلام يا معلم شوشو، انت مش مديني كلمة؟ كلمة؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسية؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسة على بختي؟ زوزو في شوية مش كده. انكتم انت، ليتك مش فايتة النهاردة. برينوي لما نبقى لوحدنا ابيك بو افهمي كل حاجة. فهمني كل حاجة. ان ما فرجتك طول بالك عليا. انت بتستني كده. انا اللي عايز ابقى اقول. طبعا مفيش داعي. اللهم صل على كامل النور. مفيش داعي خلاص، واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحططة في المحاكم والحاجات دي. مع السلامة يا استاذ. طب مش نقرا الفاتحة الأول؟ مع السلامة يا استاذ. المهر والشبكة، طلباتكم ايه؟ الشبكة كتان. أنا بقول لك مع السلامة يا أستاذ. طب الدخلة والفرح، أنا رأيي إنهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين، عشان أنا جاي لي علاوة 12 قرش ونص. قلت إيه؟ قلت إن حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعة. إيه مرابعة دي بقى؟ أستاذ أنا أول مرة حد يقول مرابعة. أنا مرة واحد قال لي متالتة دغدغته خالص. معلش روق دمك بس. روق دمك، اسمع كلام. إيه؟ أنت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوة هنتفاهم. بتقول إيه؟ بقول له مع السلامة. تبقى إزاي مع السلامة؟ مع السلامة يا أستاذ. طب اطنشنا يا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوبكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ حكيت منتي خالص. انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه، انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما، بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت، وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس، مش تحسين ابن ام تحسين. تعالى كده لما اعدي. اتفضلي. عاجبك كده يا سي بابا؟ بصراحه ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش. انت سامعاها وهي بتقول فيه. يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسه مش سلخانه. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم، ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار. وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس، كل تلاميذ المدرسه في ماده التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي، ده بفضل ارشاداتك العظيمه وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعيه عصيبه. ما دام بتقبض يبقى لازم تقول، والا اقعد في بيتكم وريحنا. سياده البن ناظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم، قعدك من النهارده صوته وهو بيشرح هيهز ويجلجل اركان المدرسه. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي انا يهمني تلاميذ المدرسه اللي هترفد من الوزاره بسببهم، مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم، ان شاء الله في اخر السنه هتكون النتيجه 5-0 لصالح الاهلي. انت يا جدع انت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما انا هو واحد يا فندم، مش كده يا استاذ تحسين؟ انا اؤيد اقوال الشاهد واطالب ببراءه المتهم. ما شاء الله، حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم، يلا يا استاذ تحسين، يلا يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش، انت الاول. اعوذ بالله يا راجل. ده انا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. انما انت استاذ تاريخ ليك منشنا ومرنا. خلاص يا استاذ تحسين، يلا اعتذر لحضره الناظر وخليك ولد كويس. يلا يلا يا تحسين، بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف.
انك يلا يعني انا يلا انا اسف. يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. امشي يا فندم. انت هو على حصتك مدرسين خلده. وحياة النبي دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس تعبان. بعدين معاك بقى. المره دي عدت. المره الجايه ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزاره يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس. كل ما اجي اشرح تاريخ الاقيني بقول تواشيح. طب برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله. من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجه. حتى التليفون كل ما اطلب النمره ترد عليا اللي ما تسماش. اروح اقفل السكه. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته وقال لي التنضيه عليا يا سي تحسين وخايف ليكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصه السادسه تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك وتهبشني ازازتين بايره وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب يلا يلا. الو الو اختي الو بترد يا جبان اتكلم يا بجن انطق يا مغفل اهو انتي ايه ما بتردش ليه تليفونهم هيفضل مشغول للابد علقته طب والنبي لكون جايبه كلب هول يطلعك من وسط 100 سماعه ايه بس ساعتك كام دلوقتي انا ما بعرفش فيها شوفها انت وحياتك دي الساعة 5 اه 7 بالدقيقة هتكون مع منى بجد خميس؟ بجد يا تحسين صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة انما انا استاذ عربي داهية وانا داهية من دواهي العربي انا عارف قوم بينا فورا دلوقتي قوم بينا ولا تخلص الشاي هايل الشاي ده بس الجاز كان كتير شوية جاز ايه ده انا عامله بالصابون يا راجل يجنن طيب جاي اهو يا باهي اهدى خف ايدك شوية صباح الفل اهلا نعم ايه اهو اهو قول بقى نهار كاش يا استاذ هاني اهلا وسهلا نعم المصلحه جالها اختار ان تليفونكو عطلان مين اللي قال هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين لكن ما حدش يشتكى يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني يعني ايه تليفونكو يقول اه احنا نقول ايوه اه وندب على طول ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات ولازم تحقيق اتفضلوا التليفون فين هو متلقح عندك تعالى كل يوم والتاني خسران جابك مصيبه وقفتوا حالنا الله يخرب بيوتكم الله احنا اتهزقنا بقى ان شاء الله سليمه يا مدام شكرا الله ده الحراره انا هتصلح ها طمني يا استهاني كل حاجه هتمشي طبيعي ان شاء الله اصل الانفلونزا ماليه البلد اليومين دول ومالك بتقرب مني كده ليه بعد الشمعه بقولك ايه مش باين خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه انا خايف اعمل لا ما تخافش خليك راجل يا اسطى محمود اسطى محمود اسطى محمود مين انا اسطى محمود ايوه اسطى محمود ايوه خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى فرشه الالواز يا ريت بس سخنه سيبت واقفه تتصنطي على ايه تتصنطي على ايه فين المخبط اختي امر ايه دستور وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات تعبان فعلا ما فيهوش حرارة خالص بقاله جمعة ما بينامش ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش مليان كلام حب وعواطف محشر غرام واشواق ايه تحسين منى مش قادره اصبر اكتر من كده منها لله امك اللي حرمتنا من بعض المده دي كلها دخلت هنا ازاي البركه في التليفون ما تبقاش مجنون مجنون مين انا تعبان يا منى الميه سخنت بتغلي يا اسطى اسطى انت بتكلمي عبد الحميد ترانك فاهمة يعني ايه؟ وقفة يا طبيب شيل الغطا شيل الغطا احط الايه؟ النصران الاول ايوه ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكتي يا وليه مش فاهمك انت في التليفونات ها
هاتي هاتي الكرفوعة اللي وقعت دي. التليفون الحرارة ضيع. لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله تلاقي الألو ألو ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعي حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. وايه بيعملوا ده؟ عليا النعمة لهريك وأنا هنا. نعم انا مدرس تاريخ، لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغه العربيه. افهمتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتفضل حضرتك. اتفضل. ادخل. صباح الخير يا حضرتك. الناظر. مش ممكن يبقى في خير ما دام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضره الناظر، حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ، لاننا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومة وعلى درجات، ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخرة وقيلة الحياة دي؟ مسخرة يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجة. استاذ خميس. افندم. اهي. شوف يا بيه، اصل انا بحبها والحب مش بايدي، الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ متجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليا؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك. قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشيرش البيه. بحبها بحبها يا عالم بحبها. تحب واحدة متجوزة من 20 سنة؟ دي تبقى جريمة يا فندي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسة منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضو يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكة بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزارة والا. من غير والا يا فندي. انا حوديها بنفسي ومش هتنقل من الوزارة الا يبعتوا صورة منها العشماوي شخصيا. شكرا. مع الف هفرجك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى ايه؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزلة، وانا بحبها بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش، هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون. انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس، اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه. انا ما انكرش. خليك معانا يا بيه، اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور. انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، اللي تنكر وما تنكرش. بقولك بحبها 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 بحبها. يا جدع يا جدع اسكت شويه وبطل بحبها بحبها. اما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. بحبها يا خميس. هتترفض ومش هتلحق تتنيل. يا خميس اخويا. شت. سيد الناظر، انما حدث حدث بيننا بنية بيضاء ناصعة لا غبارة عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوة. الله اكبر الله اكبر. يحيى اتحاد الطلبة. زميلي هذا قلبه يحترق. انا بكلم جد. ما انا عارف. ما تبقى تيجي. طيب انا كنت بقول ايه؟ غبار. لا غبارة عليها، وأنا رجل عاطفي لا أطيق فراق المحبين. فيا حبزقة اظرم بقى لو أن انكتم. ما تقلبش دماغي. ابقى قول الكلام ده لوكيل الوزارة والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتباه على كيس مخادة. يا حضرة الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش.
بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياة وتيتم عيالي الثمانية وامهم. عيالك الثمانية؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي ليا خلف ثمانية. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضرة الناظر اتنين منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا انتايا؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده حركة الجنان دي لازمتها ايه؟ توبة حضرة الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا حصلوا بمدام شوشو بيه واعتذروا لها وخليها تسامحكم، والا من غير والا هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. اتفضل اتفضل. روح يا شيخ روح ان شاء الله. السلام عليكم. جريت من ايه؟ مش عارف. الرحمة يا ست ظريف. انتوا الاتنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوة، انا المسؤول. اشتكيني انا، ارفديني انا. امبوسيبل. واي امبوسيبل؟ بيكوز انتوا الاتنين عجينة واحدة. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. لا هيجي لك هستيريا في نفوخك منك. له اذا كنت شايلة حاجة من المرحومة من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ الولية راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفة. يا ست ظريفة. الولية اتقلت على الله. البقية في حياتك. حياتك الباقية. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا بالإنقاذ والمطاف يا رجالة. ما تتعبوش نفسيكم. الخيرة فيما اختاره الله. إيه؟ يلا. اتكل على الله. يا أخوان تراث. أنقذت حياتي. يلا يا سيدي. أنقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخاك من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد لحظه. لا مؤاخذه. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامة. أجيب لك قهوة بسكر يا معلم. ودي يا ريتني قهوة الله يخرب بيت مخك. هات لي حاجة ساقعة وحجر شيشة وحصلني على حالك. عينيا. يلا. بدل قال وسموكس وفي أجدع من بلدي. بناخدكوا زي ما خدك. مش عارف سموكس. سموكس. مش عارف. ما تاخذنيش يا ست هاني، كل وقت وله أدان. ولع يا معلم. اهي بقت سالكه وزي الفل. تخف يا معلم، الجماعه لسه ما ربعنوش. وانت مالك؟ اللي بدك تاخد بالك يا معلم. بقول ايه؟ ولا سايق؟ ايوه يا معلم. شوشو عاشور لخ رمعينا. شوشو ده كان زمان. عينيا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور غرضه يجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضه عاوز استئذان برضه يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاه، ولا ايه؟ معاك حق، بس برضه الادب مطلوب. والنبي يا معلم، كان نفسي ببدلة سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتك نيلة فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. ابقى هات لك تروشكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ اتنين. فارت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت يا جميل. أرجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومة. ما خلاص يا زوبة، من هنا ورايح مفيش جروح. عليا النعمة ولا الجن الأزرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس أنا خايفة يا معلم. قوليلي خايفة ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمة ربنا، أنت تتجوزي وتبقي أرملة وأنا كمان أتجوز وأبقى أرملة. هذا جناه أبويا يا معلم.
وجناء امي كمان هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رايك المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله. الحقيقه انت فاجئتني يا معلم والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر. ده ايه يا اخوي انا موافقه ولا انت هتتمحك زي عوايدك؟ الله يخرب بيت شيطانك طول عمرك دمك خفيف يا مطلوب. شوف يا مولى الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. حلو. الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا دنوب. بنيجني لحد الخميس الموعود. بسم الله الله اكبر. Thank you.
تفضل مخطوبة. مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حد بقى اصل كده. الله، انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى. ابقى ليه منى؟ ايوه يا واد، وعرفت تنقي. ايوه يا واد، خدت الاموره. ربنا بدو الواد خبيث ده قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد، وعرفت تنقي. ايوه يا واد، خدت الاموره. ايوه يا واد، يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعه تخلي الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه، وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني، بتشبه عليا. وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك، هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يقرا الفاتحه على روحها. لا يا حبيبي يا تحسين، قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. النهارده ابيض. النبي تحسين. النبي توبة، إن كنت أربع تاني توبة، توبة والنبي توبة. أيوة يا واد، وعرفت تنقي. أيوة يا واد، خدت الأمورة. يهوي
ده قليل الحاجة، مش تختلش عيب. لا ده الموضوع مش موضوع أربعة بقى. رد عليا هنا، ايه اللي بتهببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك، تقعد تلعب جام يا واد، مش تختلش عيب. يعني انام بهدومي؟ شوف لك حتة تانية اقلع ونام فيها، وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا لا. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شالها كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحة عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده؟ مش مصدقاني؟ امك رجعت، اكيد ما حدش يرضى يقبلها فوق لا في الجنة ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني، فرضوها من فوق. قطع مش مصدقاني، والله العظيم امك اهي. واحدة ليه زي قرد قاطع على السرير. يا حبيبي السرير فاضي. اه بس اما اشوف هو مين؟ حنوت الكلب اللي دفنها، كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم عن ماما بالشكل ده. الله هنا هنا تعالى هنا رايح فين؟ انت يا ولية انت مش اتكلت على الله ونزلت في البكابورت؟ اه وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس. الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اتطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بحالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت اهدي امال، تحسين معذور، اصل امك صعبه قوي، ما تتنسيش بالساهل. يا بابا يا بابا، ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير، يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه ايوه. مين مين مين؟ تحسين. اللهم اجعله خير. حد يخرج في ليله زي دي؟ مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور تقولي انت فاهم يا ابن حفيظه ان ملهاش ام تحميها، ده بعدك. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظه. ظريفه. يا سلام. والمصيبه لما جيت اقلع هدومي، انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليله زي دي. ماشي مش كده برضه ولا ايه؟ انا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه. ده اكيد. عملت لي فضيحه. راحت بصالي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يا قليل الحياه، هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشه؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها، فبنتها تقول ابقى انا مراد جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. انت هتصحيني ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الاخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. اعمل لك فنجان قهوه. ايه يا خميس؟ انا عايز اذكر عشان انساها، عايز اربع. تحسين عاوز اربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟ يا بنتي مش معقول كده. خشي نامي لك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم، هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى، انا ليله دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى انك طشت في ميزاني واتجوزتها. ونسيت يا بابا. كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرتو يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه منى، انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريحي شويه والصباح رباح.
خميس يو انا بغير بقى بغير يا تسحين يا تحسين انت زودتها يا تحسين يو اصحى فوق تحسين امال فين منى منى مين منى حبيبتي فين منى منى يا منى حبيبتي يا منى تحسين لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمك يا امي كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته أمال فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف ما لقيتوش البيت يا بابا لا يكون جراله حاجة ألف مبروك العريس لقوه أنا عاوز الحلاوة حلاوة يا جدعان أنت فاكره معزة تايهة؟ العريس أهو اتفضلوا استلموه لأنه من ساعة كان يمضولي على الوصل الله يخيبك راجل لما أنتوا مش قد الأرباع بتتنيلوا بتأرباعوا ليه؟ وأنت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمة بونا أنا آسف أوي حبيبتي أنا مش بتاع الحاجات دي أصل الواد خميس قبل كتب الكتاب خدني في السر كده وقول لي خد أربع وفضلت أربع 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 لحد ما بقيت كفت حقك عليها حبيبتي أنا عازماكوا على الغدا النهاردة هطبخ لكم من إيديا حمام محشي بالفريك تسلم إيديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي العشاء عندي أنا بقى عزمكم في احسن
ابدا لازم بالترباس، اصل يا روحي نويت من بكره امنع كل كلام الناس. حقهم الناس اطمن بلويها، اما دي حق عليها لسان، عايزه جنازه وتشبع فيها لا تنورني يا للعرسان. قل خلوني بقيت مسكين ليل نهاري في حاله نفسيه، معرف اسمي ان كان تحسين ولا تغير بقى حسنيه. فهم غلط كان الظروف، حط النقط فوق الحروف وقل لي وريح قلبي، طمن ظهر شبابي. كنت الاول سلبي من دلوقتي ايجابي، عارفه السبع بتاع الغابه، لو اقول لك اكون كذابه. تقدري من دلوقتي تقولي ان ما بيني وبينه قرابه، والعشرين زيه يهزوني يومي يطلعوا يجروا لو يشوفوني. ولا عفاريت الدنيا بحالها، اوعى تكون يا حبيبي نسيت، ابدا ما يجيبها الا رجالها، مش هسال فيها لازم اخليها، اسكت بقى وتلم خيالها. مين الحسد بريء التمام من الاتهام، وبقيت علي مطمنة. مين في الحبايب زينا، مين في الحبايب زينا. احم احم احنا هنا
بتقول ليلتنا ليه؟ هاتولي ابويا من على القهوه. طب لما يشتحك تحسين مهلك. قولي لي بس اسربك من ايه؟ اخلص منك ازاي؟ الشكيك لمين؟ مفيش امين شرطه اسمع الله خلصت من المصيبه دي؟ تحسين انت رجعت تخرب تاني. رد عليها يا جبان رد. انت عايزه مني ايه بالظبط؟ تبعد عن البيت مالكش دعوه بيها. يا وليه عيب؟ دي مراتي واللي نادي ليله دخلتي. تخشي ما صحش دخلتك. طب ادخل كده اذا كنت راجل صح ادخل. ما تدخل انا اعدالك اهو. اعدالي؟ دي اعدالي. شوف الحلاوه هتفضل اعدالي. شوف يا ابني انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك بس بكل بساطه. اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى ورده حلو. حماتك بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اغس الله يكسفك. في ايه مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول علي اوف ابو ودنين. انا اوف ابو ودنين؟ الله يطلعك يا تحسين. انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. معلش يا معلم اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي اللي تحيا يا معلم. هو دلوقتي في نوبه صراحه وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم بالباطن. تمام. يا اخي اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذه يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. يا نهار اسود ومنيل بستين نيله. يعني بنت اتجوزت حرمه؟ على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقه؟ شوف اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليله حمراء. وبعد الليله دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجه عليا؟ حد قال لك اني عيب؟ عيب يا ابني عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحده. تشقط له واحده يقضي معاها الليله. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كلمة حيلة بعد كده. بس خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور. ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو يبقى عشان خاطر انا وبنت يا استاذ. امري لله. بس ما حدش يقول لحناظر. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله. تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس اسكت. واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العياده. وانا حراقب كل حاجه من الجهاز ده. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر زي بعضه يا جدعان. يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. ان شاء الله. بس اسكت. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال معانا. يلا توكل على الله. يلا بينا. يلا الحمد لله اللي جزاك الخلوق يا معلم. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ اي ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب
عليه كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسأل وانت مبلم. فهمولي الحكاية بقى بالظبط. اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. تفضل. اربع دول، اربع دول عبال ما وضب لك السرير والاوضه احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وايه ده اللي عظيم وهايل؟ اكيد الانتفوريا واضحه علي. افتكرت ان عندي مشوار صغير رايح اقضيه واجي. طب طب اجي معاك عشان انا بخاف اقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل، ادعي لي ان ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. مش انا اللي عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي خمس دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل انساني كبير. انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. يا صيف يا انت، ها؟ قلتي ايه؟ قلتي ايه؟ في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، ده هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس. خمس دقايق وحنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له مع بعض 5 مصريين. هوب بان مع بعض رسمي. الدكتور قال مع بعض. قلت ايه؟ انت راح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط، انا مش عايزة عشاني، ده عشانه هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزة كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ اه يا ابويا ساعات البيت. يا ساعات البيت، انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي. انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك تكلمها لنا، ها؟ احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا شوف حدلك اللي انت عايزه كله، ادي جنيه وهات الباقي، ها؟ اتفضل يا مالا، اتفضلي. سعادة البيه، المسألة كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوة نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ تهليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبرا، انا هلبك بقى. اوعى اوعى، انا هتصرف بقى. يوه، جتني تاني الادب. جتني تاني الادب. نسوة تشيش يا راجل يا كلب. يا هو.
ايه تاني حتى اهو ايه تقول كده الله يلعنه خير طمني جوز بنتي طلع راجل 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 ولا مش راجل انا مضرب ليه يا معلم اتبهدل ليه عالم ما عندهاش ذوق ولا انسانيه بقول له يا سعادتي بيها ناخد الوليه 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه لا انا مالي باللي بتقوله ده كله طمني الاول هو طلع راجل ولا لا يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي انا شقتي تحت امركم انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين ما حصلتليش في حياتي ايه يا اخي ده ايه اللي بتقوله ده اسمع مولى ايه يا معلم وربنا انا كان قلبي حاسس انك دغوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا مالكش دعوه انت شكرا يا معلم اروح انا الاسعاف اريح شويه ريح ايه خليك هنا خليك بلاش هاجر هاجر ايه انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه كنت اعرفها يا مشاو وطى صوتك احسن منى تسمعني يا معلم لا ما اصل منى خدت البنت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيباتوا عندها عن اذنك بقى ما البس حاجه عليا عشان اروح طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني انا خايف على الدكتور لا يتعدي خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك متشكره يا زوبه مش عايزه حياه النبي عين وصابتكم وصابتني معاكم ما انا جايه عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده يا حبيبتي يا نور عيني هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجل بره ورجل جوه يا حبيبتي يا زوبه اصيله قولي يا منحوسه يا زوبه بقول ايه عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيانه طيب يا حبيبتي عن اذنك اهلا وسهلا اتفضلي يا سلولة خشي برجلك اليمين مش معقول بحبه ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم انت بتحبني وانا بحبك بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها دي اللولة اه هي دي امال دي اللولة ايوه انا بتاعت التجربة يا معلم معلم ايه؟ سوري يا مدام لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم ثانية واحدة ايه؟ في ايه مالك؟ مالي ايه يا ابني؟ مرعوب كده ليه في ايه؟ هي دي عريضة قوي عريضة مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفة شارع عماد الدين على رجل واحدة دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين مش عايزينه يقطع الخلف فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس انت تروح توديها له مالكش دعوه هي تصرف يلا تعالى يا وليه يا ابوس ايدي لا انت بتحبني يا وليه انا لو عاوز حاجه والحمد لله هو اللي عاوز يلا بقى اديني بؤسه انا حد عامل لي عمل اديني بؤسه ما اديش لحد حاجه اوعى تخاومني اوعى تخاومني ابدا يا وليه يا ابوس ايه ده؟ ربنا معايا ربنا معايا ربنا ما كده جاي تهزقني هنا يا معلم معلش يا لولا الراجل سرجن معلش بقى يبقى البركه فيك انت يا معلم كده معلش وانا حتى هتعلقوني من كل حاجه لا يا معلم لا ما هو انا بقى هفهمك انا هفهمك والنبي لا والنبي لا 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 انا جيت لك اهو يا عينيا ولا زيك اهو في الرجال والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكاله من غيرك ليا يا اختي يا شربات اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا اتلم وخلي في وشك دم هي اللي تشوف وزنك تتلم تتوب ثوابات وتموت موتات وتسيح سيحات وتروح وحدك كده بالاحضار وتروح وحدك كده بالاحضار احضني يا معلم يا مبيت يا بوليس توغن هربا توغن هربا
خليك هنا خليك بلاش تفارق طوعني لا خد فيك سنة سنة وأنت سارق ابعدي عني اعملي معروف روحي سيبيني انا عندي ظروف يا اختي عليك يا اختي ويروحي عليك يا روحي لما تكون يا جميل مكسوم صارت لي طالولي اوام انا عندي كلام انا عندي كلام بدي قالولك عندي كلام بدي قطعتك عايزه تقولي ايه اخلاصي طيبك لما علي يفوت ما بنامش الليل وانت بتروح عيش واموت اموت وانا موت موزيل عيبتني على وش جواز اه من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه فلاس وانا بترجح وبحيله وانت العشت الخبان لا وحتى بقيت مش طايله وانا اجيب لك على بغداد واعمل لك اللي بنايله وحشتوني 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 مين دول اللي وحشوك عيونك وحش عيوني دول مش عايزين يشوفوكي يا اللي مش عليه المكتوبة وبعادك عني رتوبة طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة ادي زوبة زقة لا 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 ادي زوبة زقة لا 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 ما تفكرش فيها ودي زوبة زقة لا 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 هي اولى بيها ومن استاهل زقة لا 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 معلم يا معلم يا حنين يا معلم يا اخويا يا نار زي بعضه رحنا في داهية احضني يا معلم يا شيخ اتنيلي ده انا دمي هيب بقولك ايه تعالي هنا معلم فين يا معلم تعالي لا انا فين خشي الاوضه دي لا لا تعالى معايا هو هنا هو معايا ايش ده مش طالبين على ايه بس حاضر فين شوف اهلا يا جوبا اهلا بيك ازيك ايه اللي جابك دلوقتي ها قلت المنى رايحة ازور واحدة جارتي عيانة وجيت اشوف تحسين ها قال ايه الدكتور دكتور ايه ده انا اللي عايز دكتور يا دوبا عيان يا لهوي يا معلم ده انت حرارتك مرتفعة اما جه ميزان حرارتي مش عايز انا ما لسه شوفة مفيش داعي ملوش لزوم ازاي مفيش داعي يا ستي بس والله ده انت غالي عليا الله يخليك انا عايز انا غالي عليك لو كنت غالي عليك مش عايز حاجة مش عايز الله انت مالك مش عايزني اخش الاوضة ليه انت مش على بعضك ليه الاوضة يعني انا بقى انت فين يا معلم انت فين يا الله انت عندك ضيوف يا معلم الله الله ودي تطلع مين دي انا نكوى فؤاد اخفى عليك يا خاين يا رشاش بقى يا راجل تسرب بنا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عمليتك السودة دي وربنا يا دوبة انا بريء اخرج ما تمشي اسمي على لساني معلش طبيعتي بس شوية فاهمك كل حاجة تعالى يا معلم تعالى مين الست اللي بتشير مني وتحكت عليا سيبيني في نصيبتي ونصيب جوز بنتي اعملي معروف يا خيبتكم يا خيبتكم مش كنت تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفهم اهو ده اللي حصل خلاص انا هتصرف يعني مؤاخذه انت هتستقضي حاجه بمعرفتك اسكت انت يا خيبتك يا خيبتك بذمتك خدت ثانويه عامه اسكت انت اسكت بس يا معلم هو انا اتكلم الو كباريس صرصار المراهق مدام نونا من فضلك نونا اهلا نونا ازيك يا نونا يا بنتي طعم انت يا حلوه انا دكتور ويليام نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا لا 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 شغلانة مهمة قوي اي خدمة انت بتاع المساج لا انا بتاع التاريخ لا لا لا
انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجله، ابتدي الجلسه بسرعه. جلسه ايه يا استاذ هاني؟ اكيد حضرتك غلطانه، انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصه انا تحت امرك. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مرة بابليون برا برضه كان نازل يشتري معسل، راح عند الراجل بتاعنا فبابليون برا برضه ما لقاش الراجل بتاع المعسل. أم قالت له أنت ما لقيتش. أم بابليون برا برا برضه قالت له فين المعسل اللي أنت ما جبتوش ليه؟ عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا ولا خف شوية علي، خف شوية يا معلم، دي لسه مرحلة تمهيدية. وبعدين بعد ابراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. ايه يا نصر دي بتحضنه؟ خف عليا بقول لك، بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. بيقول عليه السرياوسي بعد ذات السماك هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. خشتي تحسين مات مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم، الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وتسيبة العراجل وتسيبة العراجل وتسيبة العراجل. اشكرك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه، ما تخافوش. حلاوتك انت، قول قول زي ما عجبك. قول هجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. حاسب استاذ. ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب، كان لازم اطمن ان اللي ما سماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمر أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك، ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ها؟ تحسين. بقولي إيه؟ لا. مشي هناك. انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوض. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى يا زوبه، الموقف صعيب. وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبه الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير بكسف اقول. ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رش.
تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده دوبة بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظة انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئة ونسميه سراج. تاكس تاكس، استنى استنى وحدة استنى، خش انت روح خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك على مالك يا اصلا، هي الدنيا طارق طلعها. ده بعدك خلاص، والنبي لا كوني شاربه من دمك النهارده. هات الشنطة اللي قدام حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا مقطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعمليه ده، ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعده عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. جاتك خيبه، تحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقي، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى، واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى الطراوة كده ليه؟ انا حاسس بطراوة. ايه يا وليه انت عايزة تعملي ايه بالظبط؟ اهدى غسيل كويسي. لا كده اعطس بقى وكده احكاية. باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونة. اه خليك كده خلي يا ولية، هات الهدوم ولا لا اضرب فيك العيد ما بلش. يا خبتك يا لودوم يا لودوم يا حلوم يا ولية، هات هات الهدوم هات ولا الهدوم انت مش هتخلف هاي اضرب فيك العيد ما بلش. ايه بس ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي عبد البرش؟ انت الكرسي يروح. باي باي جود باي باي باي. يا وليه ما صحش كده عبرك، يا وليه عبرك كده سيب الله.
سيب ال يا ولاد هات ال تحسين. بص لي يا ولد الشرطة اهو 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 اهو. يا نهار اسود الشرطة اهو. يا ولاد احتش على دمك وهات البتاع. بعيد خليك الشرطة خليك على نارك. باي باي باي. انت يا استاذ انت يا استاذ محدش ينزل حمام بهدومه الداخلية. اللي انت بتعمله ده عيب يا محترم. اقبل عني والله يا محترم. طب اتفضل اتفضل اطلع بسرعة. ما اقدرش. وجودك في الحمام جرحة. واطلعي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. خلي الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعة. اوعى حد يقربني. اوعى حد. طب طلعوا الستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجه. المساله هتتكشف. اوعى ايدك. طلعوا الحريم طلعوا الحريم. انا ماليش دعوه. طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه. تعال هنا تعال. ايه الحكايه؟ هو مسجل معاكوا ليه؟ مش عايز يطلع ليه الراجل ده؟ قلع يا بيه قلع. سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام. في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاسك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع. وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 بس. اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده. مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما. تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست الاهانات دي كلها؟ انا الراجل اللي وقفني قدامه وقعد يهزق فيا ده الكلام ده؟ يخرب بيتك هم سابوك تاني؟ انت عايزه مني ايه يا ولية يا عبد بقى؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جرال اي حاجه انا هموت نفسي. اخت عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده. ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحتين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي. طب عشان خاطري يا ماما عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحتين. حقك عليا يا ست. انا غلطان. ادي راسك ابص. اوعى شيل ايدك انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع. عشان ثلاثة. دي حبيبي مع سيادتك. هو موجود معانا. ايوه مش موجود. انت موجود. اتفضل يا حماد. لا انا هقعد على الكرسي ده. ايه بصلي كده ليه؟ لا بصلك على ايه يعني؟ شوفي ايه يا حماد؟ تاخدي ويسكي ولا جبنه خروف؟ ايه الكلام ده؟ اقول لك اشرب فراخ. فراخ؟ اه. طب وحياتك ازازه فراخ ساعه. ازازه فراخ ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ تجيب لي ميه سخنه؟ اعمل بيها ايه دي؟ احلق بيها دقني؟ هات لها ميه ساعه. لمين؟ لحماد؟ تحت امرك. انا فاضلك. شوف ماما تاخد ايه. ماما تاخد ايه يا احلى واظرف وابعص حما في الدنيا؟ اخد عمرك. هتلاقيها سامعه تحتين. سامعه رقه ماما وظرفها وخفه دمها. بقولك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع فرخه محمره.
بس مش من بتوع الجمعية، أنا عارفاهم فرخة بلدي من اللي أمك مربياهم. هتلاقيها مكرونة سباكيتي وفرخة بلدي من اللي أمك مربياهم. نعم. وهتلاقيها بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. إحنا بقى تجيب لنا اثنين شوربة فراخ من اللي أمك مش مربياهم. وبعدين بقى؟ واثنين اسكالوب بانيه من اللي أبوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي. هقلب عليكوا غم هنا بقى. تحت أمرك. يلا. منورة يا حماد. مالكش داعي. الاسباكيتي والفراخ بتاعت أمي. أعطاها فين؟ أيوة هنا يا ابن المفضوح. اتفضل. دي اللي أمك مربيها؟ دي مراتك اللي مربيها؟ أكلك منين عيني يا صرخ؟ أكلك منين؟ اتفضل شوف شغلك. اتفضل. اعوذ بالله. اجيب لك تحت بصل يا حمادي ولا تحبي بابا غنوب؟ اما افطارك بس استنى. بدك حته يا بنت؟ أنا اللي عايز أعرف في حاجة برقص مع حماد. يا إيه؟ واحد برقص مع حماد ممنوع. ترقص مع حمادك؟ أيوه. هي فين دي حمادك اللي ترقص معاها دي؟ أعرفني بيها. هتعرفني بيها كمان؟ أستاذ ويليام مدير الأوتيل حمادي. لا إحنا صعايدة بقى، ممنوع البوس. حش أنا متأسف فاتتني دي. اتفضل. تاخد كام وتسيب الأوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد تاخد كام؟ يا ورايا الحقيقة يا ورايا. مبسوطة يا ستي؟ معلش نشوف لنا اي لوكاندا تاني. مش ممكن. المرة دي جت سليمة وطردونا من اللوكاندا، المرة جاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يسللك بعقلك، اهو طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح. وساعتها حلاقي ألف حلال. استريحتي؟ أوي. ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى أنا مطمنة أوي إن مفيش حاجة هتحصل. تصبحي على خير يا حبيبتي.
وانت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندة تاني انام فيه، ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمة وتعمل كده ولا كده، هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله. يلا اهدى، انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده ببيت ابوك يا ست؟ انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشكل وتلاقيه حكايتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحملي يا حبيبي. انا هفرح يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما، لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح، اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما، تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكسي؟ الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط بنت الترماي. سامعه؟ معلش. تاكس اتفضل يا ست هانم. خد بشيش. من فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. عايز ايه للوكاندا يا استاذ؟ بقول تحب تطلعي لادي اللوكاندا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي 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 تاكسي. حاسب يا اسطى. اتفضلي. ده انا عملت حاجه يا اخوانا؟ ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندكم دم بقى؟ طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه بقى اللي بيحصل لنا؟ حد كلمه البواخه بتاعتي. ايه ده؟ هو مفيش تكوس يعني؟ يلا يا بارد. خلاص يا دي يلا يلا بينا. يلا خلوا عندكم ذوق بقى. ايه شغل الهبل؟ ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عندي تهزروا جوه التاكسي. اخرج. ايه فوضى؟ يا معلم شمعك قال
بك يا جميل تفرح بجميل وتخلف منه بنات ولاد مبروك يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم كلام غير يا اخي. هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط. دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت البتاع. يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا. دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتها كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت قصدي بتاع ارواح ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا بسيطة. اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصية ظريف. امي ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشة وكانت دايما ظريفة تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى اسمها ايه؟ حفيظة بنت مسعدة. بللم بللم بالبليلة. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت. عمك مدبولي بيناديك وبده يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفة بنت مسعدة مطلوبة في مهمة رسمية كلها خير وإنسانية. هندور عليها بهمية. المهم استنى عليا شوية. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت. أكيد هتلوها دي معروفة عندكم كويس. بلاش يا أختي تتكلم تودي نفسك في داهية. زمانها بتاكل دلوقتي مفتقة يا عم شبركيت. مظبوطة ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا أخويا. الطلب موجود والإرسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبركيت؟ الوصول تبعتولها الاول دعوة من اللي عليه النية وصدق عليها من الانصلية. ده غير تذكرة الطيارة رايحة وجاية. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبراخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا. انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبراخيت ارجوك تحاول. واما من ناحية الاجر انا هكتر وعناول. زي الحال عندكم يا حفيظه. كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمه يا ريت. اللي في الجنه شايفين اللعيم والراحه يقولوا يا ريتنا كنا كترنا.
واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا اذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير، كنت عايزيني في ايه؟ ظريفه يا اما، ظريفه مطهراني في عشق. وانا والنبي كمان انا عايزه اتجوز. دي مدوخانه كلنا يا استحفيظه. الوليه دي مش ناويه تجيبها لبره. عدوك على اللي عاملاه عندنا. كمان عندكم؟ قلب الدنيا موقعه الملائكه في بعض والشياطين في بعض، خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضيت تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل ياما مش عارف اعيش، دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك، سيبوها لي انا. انا من زمان معروفه منها. علي النعمه طول عمرك ست مجدع وما حد هيجيب دجا غيري. والله يا عاد بتعملوا اجتماعات سريه من ورايا؟ انت جيتي يا ظريفه؟ يا نهارك اسود، ايه اللي جابك هنا يا وليه؟ بتعدي صوتك على اقدم منك، مش عامله حسابني الاقدميه يا قبيحه قله الادب. يا ناس يا برا، ده دول ما هو مش عايزين يناسبكم، هو بالعكس هيتجوزها غصب عنك. مين ده؟ بس اياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. اديني اديني يا حجاج، اديني زلابيه. اديني يا تعمل ايه يا مجنونه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ الو؟ بوليس الاخره؟ انا حفيظه بنت بسعيده. سيبي يا بنت بسعيده. في واحده هربانه من عندكم مبهدلانا الدنيا هنا. يا بنت سيبي يا بنت. العنوان؟ شارع الشرفه نمره 4، الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. يا بنت. لا ما تخافوش عليا، انا ماسكاها من زماره رقبتها. تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم، ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. اتفضلي اتفضلي قدام. لا ليديز فيرست، يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضلي. اوعي سيبي. العربية اللي خدوني فيها الكاوتش بتاعها فرق، فسبتهم وهرب وجيت لك. وجايانا انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف، روحي لهم تاني. روح اروح لهم؟ اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروح دلوقتي ملوش لازمه يا خمس. وانا مال انا يا استاذ ظريفه؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحداني، انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمة؟ لا لمة ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسددك، اطبخ لك، اغسل لك هدومك المقيحة دي. ها؟ ايوه. ده انت كده منفسة خالص. منفسة في عينك، ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا ههنيك، هبسطك، هخلف لك عفاريت صغنونة قد كده اهو، تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفة هاني. ظريفة هانم، ظريفة هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. خليل. ايه؟ هتموت. بص ايه، ما هتروح في الهوا. خميس. ايه؟ بص عليك يا خميس، سيبني لوحدي، انا خايفة. افتح يا خميس. النهاردة الجمعة، انا بقفل يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا. انا مروحة. مع السلامة. إلى ربنا يخليكي البني آدم يا حضرتك. ايه ده؟ كده تهرب مني يا روحي. ايه يا قمر؟ ست اعملي معروف. ايه؟ اعملي معروف وابوس ايدك ابعدي عني. بوس. انا ما رضيتش اتجوز بني ادميه، اتجوز عفريته. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي. ليه؟ انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد اما قلبي تعالي وقعتيني. يا ده
وانت في سبع ارواح انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيب الجدع في حاله. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك، اعمليه مره واحده في اخرتك. طب سيب قدامي هتجوزه بس مره واحده قدامي يا ستي. سيبيه يخرب بيت سنينك. مدرجنه معايا ليه يا حاجه؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ واحنا قدرنا نعمل حاجه وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخره. ينصر دينك يا شيخة. يا حبيبتي وشكل يوم قوي حبيبيك زي الاسد يتكف عليه مين الحسد. بريق التمام للاتهام وبقيت عليه مطمنة. مين في الحبايب زينا؟ مين في الحبايب زينا؟